هو مع موهبة فنية شابة يعني بترسم، وكتير يمكن أخذت صدى مواقع التواصل الاجتماعي موهبتها. أكيد زينب، نحن فقرتنا الأخيرة رح تكون اليوم من عالم الفن والرسم، تحديداً لصبية شغلت مواقع السوشيال ميديا برسوماتها المتناهية الدقة ودخلت القلوب لقلوب متابعينا. الرسم هواية كان عندها، طورته وعملت عليه ليكون صلة وصل أكيد بينها وبين المجتمع. ابنة حلب يلي إجت اليوم لتكون ضيفتنا بصباحنا غير، بدنا نرحب فيها الفنانة الشابة لانا أطماجة. أهلا وسهلا فيكي وحمد لله على سلامتك لانا. أهلا وسهلا فيكم، الله يسلمكم، ميرسي. أهلا وسهلا فيكي يا لانا. يعني كيف أول شيء اشرحي لنا رحلتك على الشام كيف كانت؟ كانت سهلة، خصوصي إنه أنا كنت جاية مشان أكون معكم وأشوفكم، كانت حلوة كتير، ما تعذبت. أنا جاي مشان بس لقائنا بصباحنا غير. صح. يا أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. أكيد نحن جميع المحافظات السورية مرتبطة روحيا ببعضها، نحن الشام منحب حلب وأنتوا أكيد بتحبوا الشام ومنحب العادية زينب، شام ما تزعل زينب أكيد. خبرينا بداية عن موهبتك، كيف بلشتي فيها؟ بأي عمر بلشتي فيها؟ ساعتك انت صبية صغيرة يعني، بس مشان نعرف نحن بأي عمر بديتي لعنا. من لما وعيت وأنا برسم، أهلي كانوا دايما بيقولوا لي إني كنت أهرب من الدرس، أتخبى تحت التخت أو ورا الخزانة، أخذ دفاتر الدرس أدور على شي صفحة فاضية أرسم عليها. يعني أنا بتذكر من لما وعيت وأنا برسم، والرسم بالنسبة إلي هو حب وشغف وهو جزء كتير كبير من شخصيتي. ما فيني أتخيل إنه لانا والرسم كتير مرتبطين ببعض، ما فيني اتخيل انه ابعد عن هالشي او اني اتخلى عنه. وانا يعني حكي قليل بعبر عن مشاعري وبترجم اللي جواتي برسماتي ولوحاتي. حلو حلو، احلى شيء هذا، يعني سر الموهبه خلينا نقول لانا. يعني كثير انتشرت بعد رسوماتك على مواقع التواصل الاجتماعي، اول شيء قولي لي شو شعورك لما شفتي هالانتشار الكبير، ردود الفعل الحلوه للعالم، وتقدير لموهبتك وهي الدقه بالرسومات، يعني بتحسيها انه لوحه حقيقيه فوتوغرافيه ما أنا رسم. انا بالدقه يعني اتجهت بموهبتي للواقعيه اكثر شيء، بحس انه هو بيلبق لشخصيتي وبلاقي حالي فيه. بالنسبه لانه اللوحه انتشرت على السوشيال ميديا صراحه ما كنت اتوقع لهالدرجه، بس هو شيء بيخلي اي واحد يقدر ينشهر او انه ينتشر او العالم تشوف موهبته. اي حدا قاعد بالبيت ما بيقدر يعمل معارض، خصوصي هلا بفتره الكورونا ما فينا نعمل معارض كثير. صح. ما فينا نعمل اجتماعات وهيك، على التواصل الاجتماعي نقدر نعمل اي شيء، ممكن اي واحد عنده موهبه ينتشر والعالم كلياتها تعرفه. وخصوصي بالعطله اخر لوحه لي للسيده اسماء الاسد كانت بالعطله قعدت رسمتها. يعني لانا انا شفتها للوحه ورائعه جدا اكيد، ويمكن رسمتيها بمحبه مما بحبها للمدام اسماء اكيد، بس كانت لوحتك مميزه نوعا ما بالوانها، باختيارك للالوان الراقيه فيها دفء، يعني لانه محبتي لها كانت خاصه غير محبه باقي الشخصيات كلهم. هالشي واضح من لمعه عيونها وابتسامتها والالوان مثل ما قلتي، كان الوان جدا جميله زينب باللوحه. أكيد. لفتت لي نظري، يعني لفتت نظر الكل، وكان في ردود افعال كثير حلوه، يعني شيرت لك هذا الشيء على الهواء. هذا الشيء يمكن اي حدا فينا لما بيلاقي تشجيع وكلمات حلوه ومشجعه ممكن ابسط كلمه مسؤوليه اكثر، انه انا بدي اعمل احسن من هيك. صح. احنا بدنا نحكي عن هذا الشيء، بس كمان بدنا نحكي عن المعارض اللي شاركتي فيهم، تخبرينا عنهم. ايه قبل كورونا. ايه من وانا وصغيره بمعارض المدرسه، بتعرفوا كل اخر سنه كانوا بيعملوا معارض، كان بتذكر لوحاتي بتعبي الصالات. بعدين بالصف الرابع عملت اول معرض لإلي، كان بصاله معاويه برعايه السيد المحافظ. الصف الرابع كان هيك قدي. بعدين بنفس السنه كمان بالصف الرابع عملت واحد هون بدمشق وكان برعايه وزير التربيه والتعليم. بعدين عملت واحد لحالي بالموجامبو بسنجيريا، كان هذا المعرض كتير قدم لي نجاحات، كان معرض كتير ناجح وكان اسمه تفاصيل، كان كلياته لوحات بس عن التفاصيل اللي انا
برسمة. واخر معرض كان عن الكريسماس، كانت لوحات عن الميلاد المسيح وبابا نويل وكل شيء له علاقه بالكريسماس. يعني دائما بتربطي لوحاتك بشيء انت من جواتك بتحبي، بيقولوا الفنان بيعكس بريشته نفسيته. صح. حتى فوقت تكوني معك رائعه اكيد ما بترسمي. طبعا. خلينا نحكي عن اقرب لوحه لإلك، الالوان الاقرب لإلك. دائما في ناس بتميل للالوان الداكنه، في ناس بتميل للالوان اللي شوي بتعطي طاقه اللي هي فاتحه السماوي. صح. الاصفر. خبرينا شو الوانك الهاديه والتعطي طاقه مثل ما قلتي، مثل لوحه اسماء الاسد انا كنت حاطه الخلفيه زرقاء لانه برايي اللون الازرق كثير بيعطي طاقه وكثير بيعطي قوه، بيعطيكي طاقه ايجابيه لما بتشوفيها هيك بتتفائلي. حلو كثير. طيب دائما انت لانا بتحكي عند عم اهلك لإلك بانه هن اللي خلوكي توصلي هون، اكيد الواحد بينجح مع دعم العيله انه المحبه رح تكون صادقه كثير من العيله. حدا اول شيء جاي معك لهون؟ اهلي معي. اهلك هون معك؟ لا بالهي. وينهم؟ ما شفناه هون لاهلك. كان جوا بدنا نسلم عليهم. عمي أكيد. وبابا هونيك عم بيتابعوا لك. طيب خلينا نحكي اليوم دعم الاهل قد ايه مهم لحتى توصلي لبر الامان بالموهبه اللي انت بتقتنيها. كثير مهم دعم الاهل. الطفل من هو وصغير اذا ما لقى الدعم من اهله ما رح يقدر يلاقيه برا، قوته بده ياخده من اهله. وانا اهلي كثير كانوا واقفين جنبي، وبتوقع لو هن ما كانوا جنبي ما كنت قدرت اوصل لهون. كل شيء انا بلزمني بابا بجيب لي اياه من وانا وصغيره، بيتحمسوا وبينبسطوا لي وبس يشوفوني عم برسم بشجعوني وبيقووني انه انا اعمل احلى واطور واعمل شيء اكوس. وهيك الله يطول لك بعمرهم ويخليهم فوق راسك. اكيد دائما الاهل هن السند. خلينا ايضا نحكي لانا شو مفكره، دائما الانسان بيحاول مثل ما بيطور موهبته بيطور ايضا منحه او مسيره عمله عبر حياته. شو هيك حاطه ببالك ان شاء الله بس نتجاوز هالكورونا ونخلص منها بقى؟ ان شاء الله حاطه ببالي معرض كثير حلو بس ماني حابه احكي عنه هلا، حابه اعمله مفاجاه بس رح يكون شيء كثير حلو. هيك شوي حكينا الاخباريه جاي من حلب بخصوصي شوي. طيب رح يكون المعرض كلياته عن لوحات الاقناع على عن لوحات السيده اسماء الاسد عن اعمالها. يعني هي اللوحه اللي رسمتها رح تكون الرئيسيه، رح يكون لها لوحه مع مسن، لوحه مع عسكري، لوحه مع ذوي احتياجات الخاصه، ولوحه مع اطفال، ولوحه مع طفل سرطان. يعني لوحه عن كل اعمالها الانسانيه اللي هي عملتها بحياتها. هلا كثير في تقنيات انضافت جديد على الرسم، وخاصه البورتري مثل ما بيقولوا مثل 3D احيانا، وبعض يمكن كل حدا له سر. انت اليوم التقنيات اللي عم تستخدميها شو هي؟ انا اكثر شيء بحب الزيتي والباستيل فوق الخشب، هدول اكثر شيء بحس بياخذوا معك وقت اللوحات. حسب الحجم يعني مثل لوحه اسماء الاسد اخذتني اربع شهور. ايه لوحات العاديه مثلا شهر ما بيكونوا زيتي لانه الزيتي بده فتره لينشف، يعني بدي اقل شيء 4-5 ايام بين كل طبقه وطبقه فبياخذ وقت. يعني ابنة مدينة حلب الشهباء، ومثل ما بنعرف حلب تعرضت لكثير من الإرهاب ولكن تعافت أكيد بفضل الجيش. قديش أيضا بيئتك بتأثر عليك مثلا بتحسي الشام بيرسموا البيوت القديمة وأيضا حلب بيرسم قلعة حلب، قد أثرت عليك حلب؟ بالعكس هي أثرت علي منيح لانه انا برايي انه كل الازمه اللي هي مرت فيها التحفيز انه انا اكون اقوى لحتى اقدر افرجي الناس انه بظل هي الازمه في لسه شيء نجاحات وفي مواهب عم تقدر تطلع، كان هذا الشيء عم بقويني اكثر. طيب اليوم انت كبنت هيك صغيره عم تشقي طريقك بالموهبه والابداع وعندك احلامك لبعدين، يمكن ما كثير حددتيها لكن عندك هدف انك تصيري حدا عم يمثل اسم بلده. شو بتقولي لكل الناس الموهوبين وخاصه الصبايا اللي مثلك؟ يعني نحن اليوم نشجع الصبايا. شو بتقولي للصبايا اللي موهوبين اللي عندهم موهبه الرسم اللي عندهم هي القدره ليعملوا شيء، شو بتنصحيهم من خلال تجربتك؟ ما توقفوا رسم ابدا ابدا ان كانت موهبتهم الرسم او شيء ثاني. كل انسان الله خلقه في عنده موهبه ان كانت رسم او غير شيء، ما توقفوا رسم ابدا او ما توقفوا موهبتكم، خليكم عم تطوروها وتتقدموا فيها لبين ما تنجحوا وتكبر.
لانا بدنا نتمنى لك كل التوفيق بمسيرة فنك وايضا مسيرة حياتك الشخصية. نحن بنفتخر ايضا فيكي وبكل حدا عنده هالكمية من الابداع. لك الحمد لله على سلامتك واهلا اهلا وسهلا فيكي، نورتي الشام. ميرسي كثير، منورة فيكم. أهلا وسهلا فيك يا لانا، ونتمنى فعلا نشوفك بالحلقات القادمة هيك مستضيفك كأهم فنانة سورية عم تمثلي بلدك كمان برا، مو بس عربيا وعالميا كمان، لأنه بتستاهلي. وأكيد من قلك استمتعي بالشام أنت وأهلك، بس خذوا احتياطاتكم بالشام وبحلب. شكرا لوجودك. ميرسي كثير لكم، نورين. ميرسي، شكرا. أهلا وسهلا فيك.